هو انتوا ايه؟ انتوا مش بني ادمين؟ هو انا كل اللي حواليا كده ولا كل الناس كده وانا مش فاهم؟ كل واحد جواه شيطان يا ملا، وانت حظك ان كل اللي حواليك شيطان وما هو اللي سايقه. بس صدقيني انا مش زيه. انت مين؟ انا اصلا ما اعرفكش. انا من ساعه ما شفتك وانا ماشيه وراك باحساسي. ده انا هبله قوي، حتى احساسي طلع متخلف. وانا بقى كنت عامله فيها البت لفه ودايره ومش زي بقيه البنات بتوع انستجرام والصور والسهر والكلام ده. انا بنت الساغه اللي متربيه مع الصنايعيه ومع بتوع الثلاث ورقات، وفكار اللي ما يكونش عنيف وسط راسه اتاخد على قفاه. انما انا اي حد معدي ممكن يديني على قفاه عادي جدا، وكل قفه اجدع من اللي قبله. كاركو يا ملك ما فيهوش حاجه ثابته غير الميزان والنار. النار هي اللي بتفرز المعدن الغالي من الرخيص، والميزان هو اللي بيقدر كل واحد على قد مقداره. وفي الاخر كلنا هنطلع على الميزان، وكل واحد هيتجازى على اللي عمل. انا هربت من العالم بتاعي عشان كنت مطمنه وانا معاك. عارف يا نوح، انت كنت اخر رهان ليا. انت جيت لي فوقت، انا كنت فعلا محتاجاك. قلت واد نظيف وقلبه طيب، اتاريك كنت بتمثل عليا وبتشتغلني. تعرف انا كنتش بعرف انام بالليل، كنت دايما اقعد ادعي ربنا كده، يا رب يا رب يرجع له الذاكره، يا رب ده واد غلبان وطيب. تاني انا اللي غلبانه وطيبه وهبل. انا مش جاي ناويلك على الشر يا مالا، بالعكس انا كانت اول مهمه ليا اني انجيتك من عيله عنتر وجوازتك من حسن وانك شفلك فريد. ما سالتيش نفسك مين اللي بعتلك الرساله يوم فرحك؟ انت لازم تحكي لي عن كل حاجه. قبل ما اقول لك احلفي، احلفي بالله ان اللي هقول لك عليه محدش تاني يعرف. والله العظيم ما هقول لاي حد. انت طيبه قوي يا ملك، انا ما شفتش بنت زيك في حياتي. انا هقول لك على كل حاجه، هحكي لك على الحياه كلها ومش هخبي عليكي ولا حاجه، وهقول لك انا مين وايه اللي جابني هنا. هو انت ازاي بتتكلم كده؟ هو انت مش صعيدي؟ لا. ايوه سكالان، تعالى لي على المخزن. ملك عرفت كل حاجه. يا نهار اسود، عرفت ان انت النمر؟ عرفت اللي مفيش مخلوق غيري يعرفه. جوان، وهي عرفت منين ان انت النمر؟ لما جنابك اتطوعت وقلت لها على موضوع اني رجعت وطلعت تاني، ما دخلتش عليها وبصت في الكاميرات، لقيتني لا رجعت ولا تنيلت، فسبت الفكره في دماغ. طب وحتى لو انا حمار، جديده دي حاجه مستبعده يعني؟ ما لمتش انت ورايا ليه وحكيت لها على كل حاجه؟ ملك مش شبهها، ملك دي من طينه تانيه خالص. انت بتحبها يا نمر؟ انا مش داخل الساغه عشان احب، انت فاهم؟ المهم عاوزك تجمع لي الرجاله كلها عشان داخلين على ليله تجيله جو، لو تمت احتمال تبقى ماتش الاعتزال.